خلال هذه الأيام تعمل القيادة العامة لشرطة الشارقة على رفع درجة استعداداتها وجاهزيتها الأمنية، لا سيما في العشر الأواخر وأيام عيد الفطر السعيد. مع اقتراب مغادرة الضيف العزيز شهر رمضان المبارك وبدء العد التنازلي لعيد الفطر السعيد، تبدأ الاختناقات المرورية خاصة في العشر الأواخر وتحديدا ليلة 27 من رمضان. ومن منطلق الأدوار المنوطة بها تهم شرطة الشارقة بوضع خطط لتجنب الاختناقات المرورية خاصة أمام ساحات المساجد والمحال التجارية والأسواق والطرق المؤدية إليها. قامت إدارة المرور والدوريات بوضع خطة مرورية لنشر الدوريات من خلال تنظيم حركة السير والمرور على الميادين والأسواق والمراكز التجارية، بالإضافة إلى تعزيز التواجد الأمني للدوريات عند المساجد ومكافحة كافة الظواهر السلبية. محتاجين حد ينظم الحركة، حد يوقف الزحمة هذه، تنظيمهم أنهم مسكرين الشوارع يخلونك تاخذ لفة كاملة وترجع تبركن ورا، في نصهم يوقف لك قدام المحل يسوي زحمة زيادة، فهذا يعرق الحركة ويعرق المارة اللي في السوق. الاستعدادات المرورية والأمنية لشرطة الشارقة تهدف إلى تجنيب الجمهور كل ما قد يعكر هذه الأيام الفضيلة وأيام عيد الفطر السعيد، حيث اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها توفير الأمن والسلامة وتنظيم حركة السير على مختلف الشوارع الداخلية والخارجية وتكثيف عمل الدوريات. وجه الأخوة السائقين بضرورة تخفيف السرعات على الطرقات الداخلية والخارجية للإمارة والالتزام بقواعد السير والمرور. في النهاية نتمنى السلام للجميع وشكرا لكم. رسائل توعوية تطلقها القيادة العامة لشرطة الشارقة إلى كافة أفراد المجتمع بضرورة التعاون مع أجهزة الشرطة ودعم جهودها من خلال متابعة رصد الظواهر والسلوكيات الخاطئة والإبلاغ عنها والمحافظة على النظام والقانون والتقيد بتعليمات رجال المرور والالتزام بقوانين السير وحدود السرعة المقررة على الطرق بهدف الحد من الحوادث المرورية. جهود حثيثة تقوم بها شرطة الشارقة والمتمثلة في دوريات المرور لتنظيم حركة السير، لا سيما في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، للحد من الاختناقات والازدحام المروري. لأخبار الدار، هدى سالم.